مباراة لا تقبل فيها الخسارة بين صاحب المركز الأول والثاني في قمة بطولة هذا الموسم وفي وقت صعب في التعويض. رح نكون معكم بعد قليل من ملعب مدينة الملك عبدالله هنا في الجوهرة، فلا تذهبوا بعيدا. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، هذه تحياتي محدثكم فارس عوض من مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة السعودية، حيث الكلاسيكو السعودي المرتقب بين الاتحاد والهلال المونديالي والزعيم العالمي في مباراة الحماس والإثارة في قمة الشغف والأحلام في كلاسيكو التاريخ والنجوم في مباراة الأسماء والحضور في قمة الجماهير والعشاق في كلاسيكو هو عنوان للكرة السعودية، ونتمنى بأن تكون في المستوى وأن تكون تليق بالتأكيد بتاريخ الفريقين. التشكيلة اللي راح يلعب فيها الاتحاد في مباراة اليوم واضح من الشكل والرسم التكتيكي ان الفريق راح يلعب بطريقة 3-4-3 الهجومية. ولعب مع تشكيلة فريق الهلال في مباراة اليوم، الفريق هنا يلعب بطريقة الأربعة ثلاثة ثلاثة التقليدية واللي تعتمد على الأجنحة في لقاء اليوم. ضربة البداية من الاتحاد، سانتوس، تسديدة رائعة، لكن مثل هذه التسديدات لا تشكل أي خطورة على حارس المرمى. اهتمام كبير منصب عليه اليوم في هذه المباراة، أعلم بأن هذا هو موسم الأخير في كرة القدم وسيترك المستطيل الأخضر، بالتأكيد نتمنى له التوفيق في حياته المستقبلية وأن يكون قد اتخذ هذا القرار بعد تفكير عميق حقيقة. سيفتقد النادي كثيرا وسيفتقد جهوده في الملعب وسيفتقد قدرته على احتواء اللاعبين في غرفة الملابس، خسارة كبيرة لكرة القدم. سيكون عليهم دخول السوق بكل تأكيد في محاولة جلب لاعب لتعويضه. بينفذ الركنية، الحارس يبعد الكرة الرأسية التي لم تشكل خطورة. الهلال يفقد الكرة، تصدي ممتاز لحارس المرمى، هجوم من الاتحاد، بدت فرصة جيدة لكن الكرة تحولت للخصم. انطلاقة رائعة هنا قد تكون بداية تشكيل خطورة، تحول هنا في الاستحواذ، يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة والهدف يأتي. الضغط مستمر، الإصرار على الهجوم، أخيرا الكرة في المرمى، هدف مستحق، مجهود كبير من الفريق حتى الآن في هذا اللقاء.
هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. يسدد الآن، كرة لم تكن صعبة، التصدي كان في الموعد، ارتماء ناجحة. تنفيذ قريب للكرة، يضرب الآن، كرة تقف لحارس المرمى بدون مشاكل. الأرقام تبين بأن الاتحاد ليس الأكثر استحواذاً اليوم، يعتمد الفريق على أسلوب آخر في هذا اللقاء. الآن فرصة حقيقية للتسجيل، يجب بأن تستغل. أوهو، بكل مهارة فوق الحارس. الله على الهدف، الله على الفنيات، من مسافة قريبة لكن ثقة خيالية. الله على الإعادة وعلى هذه الكرة. تقدم حارس المرمى، حاول أن يضيق المساحة لكن الحلول موجودة، تجب من فوق حارس المرمى، تتحرك الشباك. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. تمريرة تمر قريبة وتخرج من الملعب إلى رمية التماس. أحمد، تدخل ناجح هنا لاستعادة الكرة. دقيقة واحدة فقط من عمر الوقت بدل الضائع في مباراة اليوم. شوط أول ينتهي ونتجه الآن لاستراحة ما بين الشوطين. المباراة تبدأ بأقدام لاعبي العميد. شوط ثاني ينطلق بأقدام لاعبي الهلال. بتدخل يسترد هذه الكرة بهدوء. شوف المساندة، محاولة للعودة في النتيجة لكن الكرة رفضت الدخول. من المهم أن تستمر في المحاولة حتى تنجح في التسجيل. تدخل رائع هنا لاستعادة الكرة في المناطق الهجومية. وهنا قرار وركلة حرة لمصلحة الهلال. في المرمى اشتعلت المواجهة وعاد أمل التعادل هنا. تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدفين لهدف. حلو التدخل، خلص الكرة بدون مشاكل. سانتوس، ممتاز التحرك لدعم الهجوم في اللقطة. الكرة في المرمى، يضعها ويسجل هدفه الثالث، هاتريك لهذا اللاعب الكبير.
الهدف من بدايته، من المرور من المدافع، بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية، الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك. النتيجة الآن 3 أهداف مقابل هدف وحيد، والكرة تعود إلى نقطة البداية. والآن يفقدون السيطرة. الاتحاد عند المساحة موجودة على طرف الملعب. أي تصدي مذهل الآن، شوف التركيز الكبير، شوف اللقطة، صحيح تسلل ولا مشكلة لو دخلت، لكن الدفاع عن المرمى كان بالفطرة. أفضلية الاستحواذ اليوم واضح عند الضيوف، لكن هذا الاستحواذ ليس كل شيء. فرصة خطيرة هنا، حارس المرمى ينجح في التصدي، حقيقة لم يكن من المتوقع بأن تمر منه هذه الكرة. تسع دقائق تفصلنا عن نهاية المباراة. تدخل ناجح على الكرة، رمي التماس للهلال. تغيير الآن من الطرفين، كل فريق يحاول ضخ دماء جديدة في المباراة. محاولة للوصول إلى المرمى، بينية بتعدي، بينية بتمر. الله على ميزة حارس المرمى الكبير، حارس يظهر في مثل هذه المواقف، انفراد صريح، لا أحد كان سيلوم حارس المرمى، لكن شوف التصدي، شوف القدرات، يحافظ على النتيجة. ركنية ملعوبة في 18، تصدي ممتاز من حارس المرمى. نلعب الآن في الدقيقة الأخيرة من هذه المباراة. كوينتريراس، والتمريرة الرائعة هنا قد تشكل فرصة خطيرة. أوهو على هذا الهدف، يضرب أي أمل في العودة، يؤكد على انتصاره في هذه المباراة. نتابع الهدف في الإعادة، مجهود فردي ممتاز، مهارة عالية في الإنهاء أمام المرمى، والكرة في الشباك. فترة نهاية المباراة مشاهدينا معلنة فوز الفريق المضيف. أداء استثنائي اليوم وفوز عريض يجعل الفريق يحقق 3 نقاط بأريحية كبيرة وأفضلية مطلقة في ملعب المباراة. المباراة تبدأ بأقدام لاعبي العميد. يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة.
تتوقف المباراة من أجل القيام بتبديل في هذه اللحظات. الاستفادة من الدكة أمر ضروري، خاصة عندما يكون الفريق متأخر في النتيجة وعندما يبحث عن العودة ويحتاج لمساعدة ممكنة. تصدي قوي هنا، الله على طيران حارس المرمى بكل مرونة من أجل هدف لمصلحة الاتحاد. نشوف إعادة لكرة الهدف، ركنية ملعوبة بشكل رائع، ومن ثم يأتي الإنهاء الرائع في المرمى برأسية جميلة متقنة تحرك الشباك. هدف التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. عمل رائع، لكن لا يجد حارس المرمى أي صعوبة في التصدي لهذه التسديدة. خطأ في لعب الكرة، هل نشهد عقابا سريعا؟ كرة للتقدم هنا، ضربت العارضة لكن اللعب مستمر. التقدم كان قريبا للغاية، مجهود كبير في بناء الهجمة لكن غياب التوفيق يجعل الكرة مستحيل. أي هدف هذا؟ أي تسديدة؟ أي كرة من مسافة بعيدة حطها في المرمى؟ الله على هذه الطلقة. مرة أخرى نشاهد التسديدة القوية من مسافة بعيدة، تجاوزت الحارس وتمزق الشباك. تسديدة قوية جدا، صاروخية في المرمى. هدف في منتهى الجمال بتسديدة مباغتة من مسافة بعيدة تفاجئ الجميع وتهز الشباك. تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدف لهدف. الدفاع يضغط عليه بطريقة مثالية ويجبر اللاعب على الخروج بالكرة. ينطلق الاتحاد في المساحات الموجودة على طرف، عرضية ممتازة تصل إلى 18. ضغط جيد واستعادة الكرة وفرصة لابد من استغلالها. الكرة ما كانت صعبة على حارس المرمى، يرتمي ويتصدى بدون أي مشاكل. حان وقت الذهاب إلى كرسي الاحتياط بعد قرار التغيير. ضربة رأسية قوية، حارس المرمى يبعدها. الله على هذا التدخل، تلعب في داخل المنطقة. خطورة مستمرة بعد فشل إبعاد الكرة. تسديدة قوية لكن الحارس لها بالمرصاد. تنفذ الضربة ركنية باتجاه منطقة الجزاء. جاء التدخل في توقيت مثالي لإنقاذ المرمى. الله على التدخل، تنفيذ جيد للضغط العالي. شوف كيف عدى، شوف كيف مر في اللقطة الماضية. كاميرون وصول الدعم من الزملاء في هذا التوقيت، بيعدي فيها، يتقدم فيها. أوهو، فرصة خطيرة، انفراد تام، لكن اللمسة الأخيرة ما كانت مثالية في اللقطة الماضية. واضح لديه ثقة في التقدم إلى الأمام، لكن بتضيع الفرصة وتنتهي الهجمة بلا خطورة. كاميرون، والآن يحدث تحول في الاستحواذ. ذهبت الكرة بسيطة جدا إلى حارس المرمى. الآن 10 دقائق فقط تصلنا عن نهاية اللقاء.
بتدخل شرعي يستعيد اللقطة في المناطق الخلفية. كرة بينية فيها خطورة الآن، لكن تدخل في الوقت المناسب من الدفاع يمنع خطورة البينية. عمل جميل، تصدي يحافظ على حظوظ الفريق في إدراك التعادل حتى اللحظة الأخيرة من عمر اللقاء. إذن تبديل يجريه الفريق الآن. بينفذ الركنية. لورانس، مستحيل، الكرة في المرمى في هذه اللحظات. الله على الكرة، على الإبداع، على النهاية. يا سلام على الكرة في المرمى. وهنا إعادة الهدف، ولتوضح كيفية جاء هذا الهدف، الخطأ في التشتيت أبقى الكرة في مناطق الخطورة، وبالتالي العقاب أتى سريعاً والهدف يسجل في هذه اللحظات. اللاعب يفكر الآن بأن كان ممكن بأن يتفادى هذا الهدف لو شتت الكرة. النتيجة الآن 3 أهداف مقابل هدف وحيد، والكرة تعود إلى نقطة البداية. 6 دقائق فقط على نهاية المباراة. هذه كرة هدف الآن، والتصدي، لكن الكرة ما زالت في الملعب. لا، بيقطع التمريرة قبل ما تشكل خطورة. بيعدي فيها، بمر، بيعدي. رائع جدا حارس المرمى، تعامل مثالي في موقف بطولي 1-1. تصدي ممتاز، ردة فعل، تحرك، غطى المكان. الله على التصدي، حلوة من الدفاع، خلصها وافتك الكرة. هنري، فرصة خطيرة الآن. يا سلام على هذه الكرة، أي تألق في هذا التصدي. رغم وجود حالة تسلل، لكن شوف التصدي اللي كان حاضر في كل المواقف وبكل الطرق. عنده قدرة رائعة في قراءة الخصم. مساندة تصل الآن. تدخل بشكل سليم، خلصها واستعاد الكرة. أبعد الكرة من مناطق الخطر. والتسديدة. انتهت الحكاية هنا مع الصافرة، وفوز لمصلحة أصحاب الأرض. فوز بنتيجة ليست كبيرة، لكن الفوز فوز في النهاية، و3 نقاط بالتأكيد حصدها الفريق بالكامل، وهذا هو المهم. قوي هنا، الله على طيران حارس المرمى.
أجواء نارية هنا في انتظار قمة غير عادية هذا اليوم المنتظر لمباراة تعد بالكثير. كونوا معنا على الموعد ولا تذهبوا بعيدا، بالتأكيد فريق النصر السعودي سيقابل نادي الاتحاد السعودي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه السهرة الكروية المنتظرة وسط هذه الأجواء الجميلة المصاحبة لهذا اللقاء. كالعادة سأكون معكم من كابينة التعليق. لحظات تفصلنا عن هذه المباراة في إطار منافسات دوري المحترفين السعودي، حيث سيكون فريق النصر السعودي في مواجهة الاتحاد السعودي. اليوم مع هذه الأجواء نبحث عن مباراة كبيرة، نتمنى بأن نشاهد جمال كرة القدم، نريد أن نستمتع بكل دقيقة تنقضي. كرة مع النصر الآن، تصويبة قوية، الكرة في المرمى، هدف مبكر يأتي ويفتتح شريط الأهداف. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. مراوغة ممتازة هنا، يا رب على التسديدة، ياهي دراما في الملعب، ياهي إثارة اليوم، الرد يأتي سريعا لتعود القمة، لتعود المباراة إلى نقطة التعادل. هدف التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. تدخل بشكل سليم، يا سلام على اللقطة. راموس، هنا ممكن فرصة بعد ضغط عالي ناجح. عرضية في عمق ال 18، اعتراض ناجح هنا للكرة العرضية. اهتمام كبير منصب عليه اليوم في هذه المباراة، أعلن بشكل رسمي بأنه سيعتزل مع نهاية الموسم. هذا الأمر بالتأكيد يجعل الجميع يركز تماما معه بشكل أقوى. لاعب قدم مسيرة كبيرة، عطاء من أجل الفريق، تواجد دائما في الأوقات الحاسمة، كان له دور ملحوظ في غرفة الملابس. الآن لن يكون من السهل تعويضه ببساطة، لاعب بخبرته وإمكانياته. خسارة كرة خطيرة لهدف التقدم، يا سلام على التصدي، تصدي ممتاز يوقف خطورة الكرة ويمنع التسجيل هنا. ركنية أخرى، كرة بتروح في 18، التصدي هنا لم ينقذ الموقف بالكامل، وجدت طريقها إلى المرمى. متابعة سريعة بعد تألق حارس المرمى، وفي غياب الدفاع تسفر عن هدف. النصر متأخر في النتيجة، هذه فرصة خطيرة، الكرة في المرمى، هذه هي الروح، هذه هي العقيدة الهجومية، مع هدف آخر يأتي سريعا. نتابع إعادة الهدف، شوف التسليم والاستلام السريع للكرة، ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى، ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. فرحة القلب تجعل الوجه سعيدا، كما هو واضح الآن على وجه هذا المدرب اللي تنعكس أيضا مجريات هذه المباراة وسيطرة فريقه وتقدمه في النتيجة. النتيجة الآن 3-2، هدفين يفصلان بين الفريقين. ممكن محاولة مرتدة خاطفة الآن، كان ممكن يلعب كرة مرتدة بشكل أفضل وبشكل أسرع.
ضربة رأسية لكن بدون قوة، سهلة وصلت لحارس المرمى. الضيف ثقيل جدا هنا وتقدم كبير قبل دقائق من نهاية شوط المباراة الأول. أداء قوي، في حيوية كبيرة في هذا الشوط حتى الآن، كل شيء يسير وفق الخط. فرصة تقليص الفارق الآن، هدف يقربهم من العودة ويصحح الأوضاع. نشوف الهدف مرة أخرى واللمسة البينية الجميلة ومن مسافة قريبة، لا يمكن أن يهدر هذه الكرة. ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة حتى اللحظة. دقيقة واحدة وقت مضاف بدل ضايع. أوهو، تسديدة قوية، ركنية بانتظار التنفيذ. والصافرة الآن تعلن عن انتهاء شوط المباراة الأول. ضربة البداية من عند النصر. الاتحاد أنهى الشوط الأول متقدما في النتيجة، وعليه أن يحافظ على تقدمه في الشوط الثاني. ويتريز، هجوم للنصر. أوهو، تصدي ممتاز. حان وقت التبديل والخروج إلى دكة البدلاء. ضربة الزاوية بتلعب أرضية. فرصة لكرة مرتدة سريعة. يجب العودة بشكل. يا رب، من يستطيع إيقافه الآن؟ يسجل بكل الطرق، يسجل من كل الفرص. مباراة غير عادية، أداء أسطوري، هاتريك مستحق اليوم. الله على الهداف. نتابع الهدف مرة أخرى، واللي كان من هجوم مرتد سريع وفي موقف الواحد على واحد، لا يمكن المغامرة بضياع الفرصة. وتسديدة قوية لا تصد ولا ترد. بعد هذا الهدف أعزائي المشاهدين، نتيجة هذه المباراة 4 أهداف لهدفين. يحاول أن يتقدم في نصف ملعب الفريق الآخر. بتروح الكرة من جانب فريق الاتحاد. يحصل على المساندة في هذه اللحظات. ضربة ركنية يحتسبها الحكم بعد اصطدام الكرة بالمدافع. في تغيير في صفوف النصر. تنفيذ الركنية في منتصف منطقة الجزاء. يعترض الكرة في هذه اللحظات. النصر يهاجم الآن. تصويب على المرمى ومحاولة، لكن الكرة تصل إلى الحارس. فرصة هدف. تفاعل الجماهير يرتفع ويزداد الآن، تبحث عن استغلال هذه الكرة لتقليص الفارق. ضربة زاوية أخرى. بينفذ الركنية. هذا اللي ما حسبنا حسابه، هدف عكسي بالخطأ في مرماه. الضغوطات تزداد بشكل كبير مع هذا الهدف اللي كان بالخطأ، واللي راح يكون تأثيره كبير في النتيجة.
التقدم بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، سبعة أهداف في هذه المباراة. ويحاول التحمل على نفسه في هذه اللحظات، لكن المدرب راح يستبدله في أقرب فرصة. يا أتوقع أن حكم المباراة راح يخرج البطاقة الصفراء في هذه اللقطة. كرت أصفر على لاعب النصر، الآن عليه بأن يكون أكثر حذر. خطورة على المرمى، والحارس يتمكن من التصدي هنا. الحارس يتصدى لهذه الكرة بسهولة. سبع دقائق فقط وتنتهي المباراة. فرصة في هذه اللحظات لحسم المباراة. الكرة في المرمى، فعلوها، سجلوها في الشباك الكرة. الله على هذه النهاية. نشوف الإعادة مشاهدينا، ونشاهد كيف تعامل الفريق بانضباط كبير في هذه اللقطة. ضغط كبير من اللاعبين واستعادة للكرة، ثم الاستفادة القصوى من هذا الضغط وتحويله إلى هدف. نستأنف اللعب الآن ونواصل هذه المباراة الهجومية من أعلى الطراز. عنده فرصة التمرير، تسديدة قوية هنا. الكرة تعلو العارضة بقليل. واضح أن المدرب يستعين بواحد من هؤلاء البدلاء. شوف عمليات الأحماء على خط التماس. الدقيقة الأخيرة من عمر هذه المباراة. وهذه هي صافرة نهاية المباراة، تعلن عن فوز وثلاث نقاط للفريق الزائر بوجود فارق الهدفين. كان الفريق يلعب